مرحبا، معكم عبد الله الشامي من مركز ابو ليل للتجهيزات الطبيه والرياضيه فرع تلال علي. اليوم بدنا نستعرض جوارب السكري والقدم الحساسه من شركه ريلاكسان الايطاليه والمصنعه في ايطاليا بتقنيه الاكسستاتيك التي تستخدم خيوط الفضه. متى ننصح باستخدام جوارب السكري والقدم الحساسه؟ للاشخاص الذين يعانون من الحالات التاليه: مضاعفات القدم لمرضى السكري مثل الشعور بالبرودة أو الحرارة العالية، رائحة الأقدام، الحساسية واحمرار الجلد وعدم الشعور بالراحة من الجوارب التقليدية، الحماية من الإصابات الفطرية والبكتيرية في القدم عن طريق الحماية الأيونية عن طريق خيوط الفضة. أهم مميزات التصميم الخاص بالجوارب: المنطقة A، لقد تم تصميم هذه الجوارب بحيث لا يوجد ضغط على الساق في المنطقة A لكي لا تحدث أي تضيق في الدورة الدموية. المنطقة B، تم تصميم هذه المنطقة لكي تلائم الشكل الطبيعي للكعب بحيث تكون ملاصقة للجلد دون وجود أي ثنيات مزعجة. المنطقة C، الطرف مستوي بحيث يمنع أي تحسس أو انزعاج من الاحتكاك بينه وبين مقدمة القدم، بالإضافة إلى الأضلاع العرضية الناعمة التي تحافظ على شكل الجورب. بالإضافة إلى المميزات السابقة، تحتوي جوارب ريلاكسان على خيوط القطن وتقنية الإكسستاتيك التي تستخدم خيوط الفضة لتعطيها المميزات التالية: 100% مصنعة من المواد الطبيعية الآمنة وغير السامة دون استخدام مواد كيميائية أو إضافات من المبيدات، مانع لرائحة القدم عن طريق معادلة الأمونيا والبروتينات المتفاعلة نتيجة التعرق من القدم، التحكم الحراري الديناميكي منعش ومريح صيفا ودافئ شتاء نتيجة التوصيل الحراري لهذه الألياف. ميزة التوصيل لهذه الألياف تعطي صحة أفضل للقدم وتحسين للدورة الدموية. مضاد للجراثيم، تحارب هذه الألياف البكتيريا وتمنع تكاثرها، كما تمنع تكون وانتشار الالتهابات الفطرية. مضاد للكهرباء الساكنة نتيجة التفريغ المباشر للكهرباء. ومن أهم الميز لجوارب السكري من ريلاكسان هي سماكة القماش الطبيعي مثل الجوارب التقليدية، مما يسهل لبسها في جميع أشكال الأحذية، عكس جوارب السكري من المصنعين التي تعتمد على السمك الكبير، مما يؤدي إلى صعوبة لبسها في الأحذية العادية والحاجة إلى حجم أكبر لاستعمالها. مع جوارب السكري والقدم الحساسة من شركة ريلاكسان الإيطالية، تمتع بحماية وراحة يومية عالية. نتمنى بأن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. يمكننا مساعدتك لتحافظ على صحتك.